حرقت المخازن وقتلت ابني، ايش تبي بعد؟ انا حذرتك لا توصل لعائلتي ولا بتشوف شيء عمرك ما شفته في حياتك. اسمع تعالي شوي نتكلم معك. ايش فيك يا صافي؟ تعبان يا اسماء. سلامتك من التعب، خبرني ايش فيك، ايش اللي صاير؟ أنا بيوم من الأيام غلطت بحقك يا اسماء، كيف؟ أول شيء بتسامحيني، بس لازم أعرف الغلط مهما كان. مهما كان صعب بس لازم تخبرني انت بايش غلطت في حقي. انا كنت متزوج قبل زواجي منك. زين ليش ما خبرتني؟ انت تعرفي موقف ابوي من هالموضوع؟ موقف ابوك؟ وانا موقفي؟ Thank you.
أعتقد عرفت من أنا. أنا ابن محفوظ، محفوظ اللي أكلت حقوقه وحقوق أولاده. أنت ولد محفوظ؟ وأنا لا يمكن أنسى حقي وحق أخواني. زين تذكرت اللي سويته يا صافي، لكن اللي جاي أكثر يا صافي. بس اصبر علي شوية. اللي جايبك في هالوقت الحين؟ انت للحين ما تبي تشوفني ولا اشوفك؟ تناسي انا مين؟ ناسي حقوقي؟ الله على هالقلب القاسي اللي ساكن بين ضلوعك. اسمعني، انا كنت ناوي اجيلك على اساس اقول لك انساني، لانك ممكن تعمل لي مشاكل. مشاكل؟ مشاكل شنو؟ مع مين؟ مع ابوي حمود. ليش ما تقول مع؟ لو سمحت لا تكمل وانسى كل شيء. انسى؟ صعب والله العظيم صعب. المهم، من الشخص اللي كان واقف معك قبل شوي؟ هذا ابن واحد انت عارفه من زمان. تتعرف هذا ايش سوى؟ اسمعني، أنا كنت ناوي أجيلك على أساس أقول لك إنساني. إيش فيك؟ صاير؟ تفحت كل الأمور، ما بقى إلا حمود يعرف بالموضوع. بس يا ولدي أنا خايفة عليك. لا تخافين علي يا يمه. اللي خاف المفروض صافي مبانا. Thank you.
صافي تنساه ولا تجيب لي سيرة أبد. بس أنا أبغاها. وبعدين إيش دخلنا أنا بخلافاتكم؟ أنت ما تعرف أبوها إيش سوى فين. بعدين أريد أعرف أنت وين شفتها وكيف عرفتها. أنا عرفتها عن طريق واحدة، بس صدقني ما بيني وبينها شيء. بس أنا قلت كلمتي وانتهى الموضوع. طيب فهمني، إيش اللي مستوى بينك وبين صافي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. مرتاح؟ طلبت شيء؟ بانتظارك. انت طبعا تعرف انه كل اوراقك اصبحت محروقة، وهذا اللي خلاني اتعاون معك. وايش نوع التعاون؟ ابدا، واحد جالس يراقبني وضرني كثير. وليش أنا بالضبط؟ حسب ما سمعت إنك أنت شفت الموت مرة بحياتك، وما أعتقد إنك راح تخاف مرة ثانية. ومن اللي قال لك إني أنا ما بخاف؟ مو مهم، ولعلمك لو أي أحد من جماعتك طلع من السجن أنا كنت تعاونت معاه. بش أسوي؟ أنت الوحيد اللي طلعت مغلوب على أمرك. كيف؟ موافق؟ على إيش؟ تتعاون معاي؟ أنت ما خايف أن يكون الشرطة مراقبيني؟ ما أعتقد، أنت الضحية مو الجاني، وبعد اللي صار لك ما أعتقد أحد يشغلك. طيب فهمني، إيش طبيعة العمل؟ تعجبني لو سمحت. حرمني من أول حب في حياتي، لكن يا صافي لا يمكن تقدر تتحداني، لا بالفلوس ولا بالسمعة، ولا يمكن أسمح لك تأخذ مني ولدي، ولا بنتك أخليها تتهنى بولدي ماجد.
أوي، بقيت من الطلب. خير، إيش عندك؟ بصراحة محتاج سيارة. باقي لك سنتين على الكلية وبعدين خير. كنا مصيبة صرنا مصيبتين. ولا نسيت أخوك عبد الجليل الله يرحمه؟ وانت؟ وانت شفيك تفاول على الولد؟ كيف يعني؟ خلاص؟ ما متحملين مني أي كلمة؟ ما عليك يا ولدي، أنا بكلمه وأخليه يشتري لك سيارة. ما حد يكلمه، إيش تكلمي ما تكلمي؟ الرجال كلامه صح، خليه يخلص الكلية بعد سنتين ويصير خير بعدين. بس أنا ما قلت شيء غلط. لا تفكر في الموضوع كثير، ترى أبوكم تعبان هاليومين. الحين يا أيوب أقوله بكل ثقة، أنت مو بهين يا أيوب، مو بهين. بس كيف قدرت توصل سكرتيرة صافي؟ وكيف قدرت أنك تقنعها أنها تشتغل لحسابك؟ علشان تعرف طال عمرك أنك متكل على أيوب. إذن أنت متكل على إنسان 200 200. صدقني انه راح يلقى ضربه تقسم ظهره هالمره، وتريحك وتريحني وتريح كل شركائنا منها. بس انا اشوف الافضل ان نلتقي. تمام، ولا يهمك. شكرا. مرحبا استاذ نبهة، ممكن نلتقي الحين؟ شكرا شكرا. ترى دخول أبو ماجد على الخط في هالفترة راح يقلب الطاولة كلها على صف. وانت تعرف أبو ماجد زين، مكانته وفلوسه. من كلامك الواضح إن سبب أبو ماجد أكبر من أن يزوج بنت صافي لولده ماجد. أنا توقعت هالشيء، بس مو مهم الآن. المهم الآن إن أبو ماجد جاهز مستعد إنه يوقف صفنا لضرب صافي، وهذا هو الأهم. ولا شو رأيك؟ أنت رأيي تعرفه في هذا الموضوع زين. أنا جاهز، جاهز لضرب صافي وكسر عنقه، بس لازم أفهم قبل ما تبدأ بأي خطوة. تراني عارفك،
عز المعرفة. وعلى فكرة ذكرتني، أنا مجهز لك مفاجأة هالمرة جدا بتعجبك. دائما تتحفني يا عبد القدير بمفاجآتك السارة، عسى أن تكون مفاجأة سارة. هات خلينا نستمتع. حنان سكرتيرة يا عمتي، أقولك بنفسي اعترف لي بهالموضوع، يعني هالكلام ما من عندي. أنتي طيبة القلب يا أسماء، لكن عمك حمود لو سمع بالموضوع الله يستر إيش يصير. إيش راح يصير؟ وأنا؟ أنا ما مهمة عندكم؟ أكيد أنتي مهمة عندنا يا بنتي يا أسماء، لكن ما باليد حيلة. أنا كنت حاسة بالموضوع لكن كنت أكذب نفسي. أنا بروح بشوف من أهلاً وسهلاً. من تريد؟ قولي حق صافي، الخطر موجود في كل مكان، فالحذر واجب، وإذا ما سوى خير معاي أنا راح أسوي معاه. ومن حضرتك؟ يوسف. فوق ألف بوسه لأجمل وأحلى بنت في حياتي. والله يا أبوي ما مبين. بعدكم صغار، لما تكبروا بتفهمون. ولا كلمة، لأنك واي سوي جرائم في حق هذه الريال اللي أنت الحين قاعد تعترض طريقة، ولا تفكر ما راح تأخذ جزاك. سامع؟
وعلي يا يوسف، وعلي يا ولادي، محتار ما عارف شو اسوي، طول عمره ساكت وباله علموس. الله يعينك يا ولادي، الله يعينك، الله يعينك يا يوسف، الله يعينك. الله يعينك. أسمى يا بنتي، يمكن اللي ضرب الباب وكلمك واحد من أعداء صافي. لا يا عمتي لا، أنا ما أعرف ليش إحساسي يقول إن الموضوع فيه شيء. هل متأكدة يا عمتي؟ يا ابو ماجد، التهديد اللي يجيني من هذا الشخص يخوف، ولا تكون بعيد عني، انا مهما كان وقفت جنبك وما قصرت. شوف يا ابو ماجد، اذا تخليني بروحي ترى علي وعلى عدالي. يعني بالله وينك اليوم يا عزيز؟ ايه يعني شفت اللي صار؟ وش سويت يا بطل؟ اعدائي من امامي ومن خلفي، بس لابسين اقنعة ما قادر اشوفهم. أول مرة نكتمه على موضوع، أعتقد أن لصالحنا كلنا، وأعتقد أن في خيانة يا بمكتبي يا بمكاتبكم. سيم، بسألكم سؤال، عزيز لما طلع من السجن من اللي استقبله؟ ما صافي؟ ليش ساكتين؟ ليش ما تردوا علي؟ المناقصات اللي خسرناها من اللي خسرنا إياها؟ ما صافي؟
خلونا نحط ايدينا في ايدين بعض ونتخلص من صافي. اوه الحبايب متجمعين ما شاء الله. سمعوني بقولكم شغلة وايد مهمة، لا انتو ولا غيركم يقدرون يضرون ابو جليل صافي حمود، لان انا اللي راح اقف ويوهكم كلكم ومهما كنتو، فاحذروني. ها تبكين يا يوم، كل شيء راح ينتهي. سرك حلمي، سرك طفولتي ودنيتي، سرك روحه وخلاني جسد يتحرك وفي ألف طحنة وطحنة، لكن نفذ صبر ما عدت أقدر أتحمل أشوفك. وليس لمني حق طول هالسنين، شفت اليوم مثل الطير المذبوح. أكيد ما كنت متوقع تشوفني في يوم من الأيام، ولا فكرت أبداً أن الجليد ممكن يدوب فيه وتظهر كل الحقائق والمجرم بحق الناس بياخذ جزاء. أسيت شابين أسوي أسكت وقفت تموت وتسأل سنين، وإذا كنت متوقع تحرق المخازن اللي بحوشك بها وأنا بها الغضبان، أنا خذيت العلم أسكت. أنا حذرتك لا توصل لعائلتي، عمرك ما تنسى كل الاشياء الشين اللي انا شفتها في حياتي. انت الحين لازم تشوفها، ولا اسمح لك ابدا تهرب من عائلتي، ولا راح انسحب من على وجه الارض.